موبايلات مهسوك ميت. شو كيدير شينا لابيستون جي سي سي وندوزو دابا نمشيو عند دا عليها شران كي دايرين بخير مع فيديو جديد حلقة جديدة. المهم واحد الماكينة جاتنا من الريش مدينة الريش كنا في النواحي ديال الرشيدية واللعيبات لقينا فيها سيلندر مهسوك ميت. شو كيدير شينا لابيستون جي سي سي وندوزو دابا نمشيو عند واحد الحرايفي ناضي هو اللي غادي يزيد لنا هذا السيلندر. قطع طفي خوصة ندخلكم عند اكبر الدولية كاينة في هادشي ديال الاصلاح ديال الميكانيك اللي زاج كدا في البروكانات ماطر ديال الكاميونات. ها انت اخويا الليزاج عطيناه الآلة تمشي نقضيو شغلنا حتى نرجعو سير الله ديال مو ديال مو كاينه اللي كتليزا الخوتا الطوموبيله تعاود لمو خوتها خلاص هذا مش واش كاين هاو هذا هو اللي كيليزي كاع هذا هو اللي تيحقر هنايا حتى الطوموبيلات راهم تيتليزاو هاو هذا راه محرك ديال المرسيدس هذا. المهم البارح كيما شفتو مشينا لزينا السيلندر في هاد الماكينة هادي اللي جاتنا من مدينة الروس. غادي نديرو لها المونتاج دابا من بعد ما فكيناها فرتكناها لقينا فيها في البروكان ميت ومعاودة فيه البيالة وعوج. ورينا اخر حكيم اسمع كي كيحلحل اللورمات راه فاش كتمشي بلا زيت ولا كتكون الزيت عيانه راه كتفرعوا اللورمات كتفرع هاد اللورمات البيالة الله يرحم الوالدين وكتولي هاد اللورمه كحلى من هاد الباكا هاي عنزوم عليها كحلى منها هاديك الا ولات كحلى من داك البلاصه راه سخونه صافي وراه تبقى تهرس لك اللورمات راه كيما هادي محرحره هادي تلقاها محرحره وهادي تلقاها محرحره كلشي كيتحرحر هادشي اللي كاين والبيالة معاوده روكيط تشوف في البرو كان فيه بيالة بحال هادي روكيط راه معاوده معاوده بيالة الدورجين هي ها انت ها البيالة دوريجين وكاين شي مرات كتلقى بيالة نجمة على حسب النوفو على حسب لاسيان اييه موديلات مشينا لزين السيلندر نوريكم السيلندر كي ولا ها انتوما الخوت السيلندر عند احسن معلم في الكناس هو هذا تيولي بحال الجديد الله يرحم الوالدين البروكان جديد فاش كتجيبو من برا كيجي محي كتحيدو من جروب الا مشيتي شديتيه وفعصتيه ضربتيه باق تسد عليه كيتجمع من هنا كيتجمع من لي كوطو تيولي بان تيولي بان لك عوج كيبان لك طارو الزبل كاع دابا شنو كنديرو يا اما كتشد كرود لومبرياج بحال هكا الا ما الا عندك كديرو هنايا دير الكروخو باش يعرفو تضرب عليه باق يخرج ولا كدير هاد اللعبه هادي حنا صوبناها على في الغول ديال هاد الكرو نفس الغول دا هاو ما بغي ما عندكش بحال هادي دير غير الكرو الكرو ديال 17 صافي الكرو تسالو 17 لي بلاصو هادي طق 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 هكا صافي دابا هكا غتشد في البروكا نضربو بالماصه ما يوقع له والو حنا ما تنضربوش عليه بالماصه غير فاش غادي تدخلو صافي باش ما يعواج ما والو دابا حنا تنهضرو مع الدراري المبتدئين اللي باغي يصلح موطورو في دارو صافي هادشي اللي كاين اما اللي المبتدئين ولا المعلم حتى المعلم الا ما دارش كاين المعلم الا ما دارش بحال هذا راه غيعوجو لك شحال من واحد تتصيفطو تتصيفطو في البروكان تيعوجو تيقول لك راه عوج وفاش كتقول له سير ضرب عليه من داك البلاصه الوسطانيه تيرجع نورمال فهمتي هذه وقعات لي مرارا وتكرارا الكيت ما تيعواش كما قال لكم حكيم ستاندارد تيعواش الكيت واخا يوقع اللي وقع ما تيعواش الشيء اللي كاين بدلنا لورمات ديالنا كويو وغادي نبدلو لي زعري دويل هما هادو غنبدلو له الشاكمه الشاكمه ديالو طارو الزبل
شاب كامل شاب شبعان انا ركبوا له الشكل هي تبان لك هكا مسخره مفروقه هذه اصلا ديال سبيريت 2003 ما خداماش وهذه الماكينه اقدم ماكينه شفت في حياتي حيت الساعه تنخدموا عليها هاي موديل 91 كبر مني بعام انا ركبوا لها تشويق معاود الكانيلي على حسب ستوندار جايبها صغيوره فهمتي هادشي اللي كاين ونركبوا لها شي امبريه زوين حيت فيها واحد الامبريه جميله فيها الدرجه ديال القدام ونريقلوا داكشي ديالنا ورينا خويا الامبريه ديالها جيب جيب شافوا الناس يقولك حنا تنبدلوا الحاجه بلا ما تنعرفوا وري الدرجه وري الدرجه فيه جوف الباك يقطع الكروه الدرجه هنايا حد هنا حد هنا تيوصل وقال لك هو ما تيفوتليش 65 60 65 الفرات هي نفس المشكل وريهم داك البيستون اللي لقينا فيه هنا البيستون اللي لقينا خويا واه البيستون عجيب لقينا في هاد الماكينه الخوت شاد البيستون ما ديال شي نوع ورينا خويا وري ودايرين له هاد التقيبات هادو بلاصه بلاصه التقابيل الدوري يكونوا ناس راجم كبار دايرين له هاد الخدمه هادي هو اصلا كان تيساري هانتوما الخوت السراج راه هو هاد هادشي كامل قلت تنقولو نعاودو قلل الزيت اللي تدير هادشي ولا الزيت عيانة انت تكون كدير الزيت ولكن الزيت عندك عيانة ولا الزيت عيانة هادشي اللي كاين خليكم معنا نكملو المونتاج ديال هادشي ومن بعد نسمعوكم الضربة سير على بركة الله دابا الخوت نوريكم فوقاش كنحيدو هذا مور ما كنمونطيو كنساليو وكنديرو البولونات ديالنا هنايا في بلاصتهم اييه تنجمعو صافي تنجمعو الجروب الا يرطا صافي تيطير دابا دابا ما كاينش العوج ديا ها قرب لي هانت ما يبان لك العواج لا والو كيما في البروكون غيجي كيما غيرجع كاين المرات اللي غيجيبها القاصح هنايا لا لا ما قاصح لا شي مرات الدراري فاش كيمونطيو يبان له قاصح اييه هاد الشطريف ديال العود شي خشبه طاق من هنا باق من هنا ها هو معك ها هو ولي ناضي هادشي اللي كاين باش يولي في الوسط ديك الساعه تيكون كحل شي جهه عندنا ناضي اللي زاج ناضي هانت خاص تيستعمل السدوده المعلم عندنا ما تلقاش الملاقيه تستعمل قلب عليها خاص تكون عندك العينين ما ادري ها هي فين كاينه ها هانتوما الخوت الساكمه مسدوده غادي تعطيك كومبريسيون ديال بصح بسرعه خصو يراضي يراضي ان شاء الله يكون داكشي عنده الدراري بالنسبه للدراري البارح كنا البارح راه فاش لحنا الفيديو ديال ديالنا قال لك علاش في الاول كدير داك الدخان بزاف غنعمرو الجروب بالزيت غنعمرو الجروب بالزيت الخوت غنشعل لكم الفلاش باش يبان لكم تنعمر الجروب بالزيت باش داكشي هذيك راهي الكولك ديال الاخر باش داكشي ما يوقع فيه حتى شي مشكل في الاول راه كتشوفونا في الاول حنا تنكسيري وكذا قبل ما نروضي وما والو حيت ضروري خاصني نسيي الماكينه هنايا ما يمكنش انني نمونطي ونصيفط للدري فهمتي خاصني نسيي الماكينه ديك لومبريجات ديالي ضروري تنكثروا الزيت لا في ليسانس ولا في الجروب فهمتي هادشي اللي كاين الخوت وخلاص الزيت اللي كندير ديما هاي ديما كتسولونا الخوت شنو هي الزيت اللي كدير ها هي الخوت اللي كندير في الميلونج اي لعبه كندير لها اشهار لا والو ولكن انا كنشري اللي مسلكان هادي دايره 35 درهم اللتر هاي ديال 40 اولا سميتها اولا هي راه ديال الكاميونات راه هي في هاد التصويره ديال الكاميونات هي اللي تندير انايا ما عمرني عرفت شي سيراج ولا شي لعبه كثر الزيت تعيش مزيان هي شايه الخوت صافي قربنا نساليوها كلشي تمونطا في بلاصتو كيما اللي لقى كيما هي عرفت عاوتاني ومبرياج ديال بوليني المليح شوف فيه وجهك عيد كاين لا درجة لا جو لا ست دريال هداك راه تيكون فيه فيه لاري دويل هداك لاري دويل ها دراي سكوتش سير الله تخليها زوينة الصراحة حيت كنت
لا دور واحد شويه ضريبه مليحه فهاد الشوي قماد. الطريبة ثابتة كلشي هو هداك دابا كتسمع الضربة الشاكمة دابا بلا تسرسير ولا تكتيك. لا ما حيد داك الخيط جرد صافي لا زوينة بالله ركب اصاحبي البيت ركب الله يبارك نوض ساكتة وتسرح ساكتة كاينة رجع شي بركة تبارك الله كتغني نضاع بارك عليها تبارك الله تليزا طلع ناضي فيها قريب زيدها شوية الرانو تاعها هاك هي شوية بركة زيدي واحد شوية بعد نغيزها صافي بارك عليها بروكا لما كاين العواج هاكا شي اللي كاين ماكينه هي نضات ريض فيها دي بار واعر كاع اللي عندهم بريز لابيض الله كيعض مزيان ديال الله هنايا ها ركبوا لي شي بولي شوفوا علاش طلع تما على حساب ديك البولية واحد الطريبة مليحة الله الله الفرار لوراني ما مركبوش الرجل ولات واول المرة
الوضع فيها زوين ومغيناش نكسرو عليها بزاف. علاش تنوض مولاها يروضيها مزيان مانخرجش عليها بزاف ضروري خاصها تروضا. هادوكش لي زاج وخا طلع ناضي الصراحة لي زاج لي صاير هاك في الأول مع الفرا زبالة. الفران والو أنا كنخدم هاد الفران قدامي دا عليها. تحياتي لكم ومع السلامة. الفيديو الجاي ان شاء الله مع ماكينة اخرى ولا شي بريك ولا اخر. تحياتي لكم العام.